السلام عليكم. في الفيديو السابق تحدثنا عن الـ SMTP بروتوكول وعن المراسلات بين الميل سيرفرز، وأن كل ميل سيرفر هو عنده كلاينت وعنده نفسه هو سيرفر، بتراسلوا مع بعض بوصلوا الرسائل. لكن إحنا بنتعامل كيوزرز مع اليوزر ايجنت بنسميه، مثال عليه الجيميل أو الهوت ميل أو الأوتلوك وهكذا. وشفنا كيف أليس وبوب تراسلوا، إن هي تعاملت مع اليوزر ايجنت، ثم هو أعطى الايجنت نفسه بيعطي للميل سيرفر، هذا بيفتح تي سي بي كونكشن مع الميل سيرفر اللي عند بوب مباشرة، وبعدين تتخزن الرسائل على الميل سيرفر هذا، ووقت ما بده يحتاجها يعملها ايش ريتريف أو انفوك بوب، بيعمل من اليوزر ايجنت تبعه. وشفنا كيف الأوامر بتاعتهم، إنه عندهم ايش كود، وعندهم status phrase، status phrase status code زي ال HTTP. وصلنا للفورمات، الميل مسج فورمات بتكون من هيدر وبادي بشكل عام، كويس. هذا ال RFC القديم 822 اللي هو الستاندرد الاساسي تبع التكست بدون مالتي ميديا، كويس. فالهيدرز منها تو وفروم وسبجكت، يعني تو مين المرسل وفرو الى المرسل اليه، وفروم مين المرسل والسبجكت اللي هو العنوان. لكن هذه خلي بالكم غير الاوامر اللي مرت هنا في المراسلات اللي بين السيرفرز، هذه المراسلات اللي بين السيرفرز برضو فيها تو وفيها فروم، تمام. هي فروم تو، لكن هذه مختلفه، هذه خلال المراسلات بين السيرفرز. لكن الرساله نفسها بتتكون من هيدر، وهذه مكونات الهيدر، هيدر لاينز. بعد هيك بيجي البادي، البادي هو الرسالة نفسها اللي هي عبارة عن ASCII كود زي ما قلنا. طيب في RFC آخر 2045، هذا الـ RFC خاص بالمايم. إيش هو المايم؟ اختصار لـ Multi-Purpose Internet Mail Extensions، بمعنى هو للمالتيميديا، خاص بالمالتيميديا Extensions، كويس؟ عندي هيدرز زيادة، هيدر لاينز زيادة جوا الهيدر، بتأهلني إني أرسل صور أو أرسل فويس أو أرسل أنواع من الملتيميديا ضمن رسالة الإيميل، تمام. فنتفرج على الهيدرز هان، هاي فروم وتو، هم نفسهم والسبجكت. طلعوا في إضافات مايم فيرجن، كويس. الكونتنت ترانسفير إنكودينج، هنحط البيز 64 إنكودينج، اختاروا الكونتنت تايب، هنا ايمج جي بيج، كويس. فمن خلال الهيدر لاينز الجديده والانكودنج اللي بستخدمه، انا بقدر ارسل صور او برسل فيديو او برسل اوديو، اي نوع من الملتيميديا، هذا بنسميه مايم فورمات. طبعا هو مستحدث، يعني لذلك له رقم جديد، RFC جديد. ننتقل الآن للبروتوكولات الخاصة بالأكسس، الميل أكسس، سميناها الميل أكسس بروتوكولز. يعني الـ SMTP وين كان دوره؟ وين مكانه؟ لاحظوا هان بين السيرفرز، بين السيرفرز، وكذلك من اليوزر ايجنت إلى السيرفر، من اليوزر ايجنت إلى السيرفر. لكن لو أليس بدها تستقبل رسالة، تستقبلهاش بالـ SMTP، السيرفر هذا بيستقبلها بالـ SMTP، رسالة الجاية من بوب تصل لعند السيرفر بالـ SMTP. لما هي بتتعملها انفوك او تقراها، تستخدم اكسس ميل اكسس بروتوكولز. نفس الشيء بوب، هي تطلعوا كيف لما وصلت الرساله ونحطت في الميل بوكس تبعه، في الميل بوكس، اذا هو بده يقراها بده يستخدم ميل اكسس بروتوكول. طبعا اشهر شيء البوب، البوب 3، كويس. فالبوب اختصار لبوست اوفيس بروتوكول، الفيرجن المشهوره هي بوب 3، مشهوره جدا. في عنده اوثرايزيشن وداونلود، اللي بيعمله اوثرايزيشن وداونلود، هاي الار اف سي تبعه. في الاي ماب انترنت ميل اكسس بروتوكول اسمه هيك، هاي الار اف سي 1730، عنده مور فيتشرز انكلودينج مانيبوليشن اوف ستورد مسجز اون سيرفر. يعني البوب كان فقط انه بيقدر ينزل الرسائل، يسحبها، بيسحبها من السيرفر لعند اليوزر ايجنت، تمام.
في نوعين منه، في نوع بسحبها بتنمسح من السيرفر على طول، وفي نوع بسحبها وهي كيبت يعني بتضلها موجودة في السيرفر، لكن بقدرش يعملهم مانيبوليشن، هاني يعدل عليهم، يعمل دايركتوريز يعني يتفاعل مع هذه الرسائل الموجودة في الميل بوكس تبعه، بقدرش يعمل أي معالجات إلها. لكن الاي ماب بيستطيع، البروتوكول الاي ماب عنده هذه الامكانيات. طبعا في بيستخدموا الاتش تي تي بي زي الجيميل والهوت ميل وياهو، بيستخدموا بروتوكول اتش تي تي بي بين اليوزر ايجنت مع السيرفر لسحب الرسائل، بيستخدموا الاتش تي تي بي. اوكي، نشوف مثال على البوب 3 بروتوكول. في نشوف الأول في الأوثرايزيشن بعدين الترانزاكشن فيز. في الأوثرايزيشن فيز الكلاينت كومنتس اليوزر وبحط اليوزر نيم، الباس هذه كومنتس وبحط الباسورد، دخل الباسورد. الريسبونسز قد تكون أوكي okay وقد تكون ايرور غير مقبول، تمام؟ هاي مثال عليها. السيرفر بوب 3 سيرفر ريدي، كويس؟ أوكي بوب 3 سيرفر ريدي. اليوزر قال بوب، سمى نفسه هيها يوزر الكوماند واسمه بوب، رد عليه السيرفر اوكي. الباس حط كوماند الباس، تمام، سماها هانجري. السيرفر قال له اوكي، قد يكون الرد ايرور، لو في مشكله بقول له ايرور، كويس. الترانزاكشن فيز نشوف الكلاينت في عنده ليست وفي عنده ريتريف، كويس، وعنده ريتريف وعنده ديليت وعنده كويت. ليست بيستعرض كل الرسائل اللي موجودة على الميل بوكس تبعه، تمام. ريتريف بده يقرأ رسالة معينة، تمام، بيقرأ رسالة معينة. ديليت مفهومة، أوكي، نشوفها. هاي ليست أعطى له الرسائل الموجودة ونقطة، تمام. قال له ريتريف رسالة واحد، بشوف رسالة واحد، هيا شوف الكونتنتس، تمام، السيرفر بعتهم. ديليت انمسحت واحد، ريتريف رسالة اثنين، هاي المسج عرض له الكونتنتس، تمام، قال له ديليت رسالة اثنين، قال مسحها، قال له كويت، انتهى، اوكي السيرفر رد اوكي، بوب 3 سيرفر ساينينج اوف، اوكي ساين اوف عمل. نقارن بين الاي ماب والاي 3، البوب 3 عفوا. البوب 3 فيري سمبل زي ما قلنا، يعني يا بنزل واستعرض، ما فيش عنده امكانيات يعمل معالجه للرسائل. نقرا هان بوب 3 داونلود اند ديليت مود، يعني بنزل وبتنمسح على طول. في الحاله هذه الكلاينت او اليوزر كانت ريد ري ريد ايميل اف هي تشينجز كلاينت، يعني لو نزلت على اليوزر ايجنت، نرجع للرسمة، هاي بوب قرأ رسالة وهو في الـ download and delete mode، قرأ رسالة نزلت على الجهاز هذا، انمسحت من السيرفر، تمام. لو اجى بكره هو على جهاز ثاني، قعد هان على جهاز ثاني وراح ايش قال؟ بدي اقرأ الايميل تبعي، نفس الرسالة السابقة، بلاقيهاش، خلص. ليش؟ لأنه قرأها، سحبها على هذا الجهاز ونعمل لها ديليت من السيرفر. لكن في الاي ماب بقدر يستغل من اي كلاينت اخر، من اي يعني يوزر ايجنت اخر. لكن لو استخدم المود اللي هو داونلود اند كيب، طبعا بتضلها موجوده في السيرفر ويعملها داونلود هان، وبقدر من يوزر اخر، يوزر ايجنت اخر، بقدر يقرأها كمان ويشوفها، تمام. البوب 3 is stateless across session، اذا ما بحفظش حاجه، stateless across sessions، يعني من session لسيشن ما بحفظش حاجه. الاي ماب keeps all messages in one place at server، اذا الرسائل كلها موجوده عند السيرفر وانت هنا بتطلع عليها وهي عند السيرفر، تمام. allows user to organize messages in folders، ممكن المسجات هذه انت تعملها فولدرز، مثلا الرسائل الجايه من قسم البرمجه مثلا تعمل لها فولدر، الرسائل الجايه من قسم المحاسبه تعمل لها فولدر، الرسائل الجايه من اصدقائك تعمل لها فولدر،
الرسائل الجاية من الأقارب تعمل لنا فولدر مثلا، تقدر. وممكن تعمل رولز، يعني تقول الرسائل الجاية من فلان وفلان على طول تروح على الفولدر هذا، الرسائل الجاية من المحاسبة على طول تروح على الفولدر هذا. كويس، في الأول بتيجي على الفولدرات، في الأصل إنها بتيجي على ميل بوكس، لكن أنت بتقسم جوا الميل بوكس فولدرات، وبتعين أي أنواع، أي عناوين اللي الرسائل الجاية من هذه العناوين وين تروح، على أي ميل بوك، على أي فولدر داخل الميل بوكس. فأنت بتعمل معالجة بنفسك. إذا keeps user state across sessions، وبيحفظ طبعا هذه الفولدرات اللي أنت عملتها، وبيحفظ الرولز، وبيحفظ كل رسالة في أي فولدر موجودة، فهو عنده stateful يعني. names of folders and mappings between messages زي ما قلنا، between message IDs and folders name، هذه كلها بيحفظها من session لسيشن. تمام، هيك خلصنا ال SMTP، ال SMTP، والحصة الجاية بنكمل في موضوع ال DNS Domain Name Service، وبيبقى علينا ال Peer-to-Peer وال Programming Socket Programming، وبنخلص هذا الشابتر في الأسبوع الجاي إن شاء الله. يعطيكم العافية.